توجهت أكاديمية صرع السلامة الدولية لحقوق الإنسان ممثلة بالسفير عبد الله عفيشات وأعضاء الأكاديمية إلى البادية الجنوبية في قضاء الجفر إلى قبيلة الحويطات لتكريم الشيخ عواد منسي أبو تايه ضمن احتفاله بزواج أحد أبناء العريس أحمد، وذلك بحضور النائب الشيخ صالح ساري أبو تايه والعين الأسبق الدكتور خالد أبو تايه وأبناء عشيرة أبو تايه الكرام، ومن الأكاديمية العميد الركن المتقاعد عادل الشيحان العجارمة وسلام الحجايا ورافقهم الدكتور أحمد طراونة. وقال السفير عبد الله عفيشات: سعداء أن نكون في الجفر مع أبناء قبيلة الحويطات من عشيرة أبو تايه الكرام، مع هذه القامات الوطنية العشائرية الأردنية التي كان لها دور كبير في تاريخ الأردن ونهضته بمعية ملوك بني هاشم، ونأتي اليوم لتكريم الشيخ عواد منسي أبو تايه بدرع فرسان الإنسانية، والذي يشرفنا أن يسلمه له سعادة النائب الشيخ صالح ساري أبو تايه من هذا المكان الذي انطلقت منه الثورة العربية الكبرى. باسمي وباسم أخواني الحضور معي من عمان، جئنا لهذه المنطقة الطيبة، الأرض الطيبة، القبيلة الطيبة، اللي نعتز ونفتخر أن نكون واقفين بين قامات أردنية، قامات أردنية لها تاريخ. الجميع منا بالأردن وخارج الأردن يعرف قبيلة الأحويطات وعشيرة أبو تايه، ونقولكم ألف ألف مبروك هذه المناسبة. أولا العريس وأهل العريس مبارك لكم، وإن شاء الله ربنا يتمم على خير. برفقتنا العميد الدكتور عادل الشيحان العجارمة وعطوفة سلامة الحجايا والدكتور أحمد الطراونة وأخونا العزيز ممدوح أبو سرور، جئنا اليوم إلى هذه القبيلة، وكان لنا شرف زرنا القصر اللي كان انطلاقة الثورة العربية الكبرى، قصر عودة أبو تايه، اللي كنا فخورين جدا أن نقف كأبناء وطن، كأبناء قبائل أردنية نسمع، ولكن لم نرى إلا هذا اليوم، فكان لنا الشرف العظيم. وشكرا لكم على حسن الاستقبال. نائب الوطن اللي رفضته من خلال جولاتي داخل الأردن وخارج الأردن، شكرا له على وقوفنا معنا. الدكتور الشيخ الشيخ صالح النائب الأردن صالح أبو تايه، ونشكر أخونا المعزل عواد منسي أبو تايه على أيضا الاستقبال الطيب. كنا بأكاديمية صرح السلامة الدولية، عهدنا الله وعهدنا جميع أبناء الوطن الأردني أن نتابع أبناء الوطن اللي قدموا الإنجازات للإصلاح العشائري، الأخوان اللي كانوا بيوتهم وديورهم ودويرهم فاتحة للإصلاح العشائري، اللي مشيوا بين الناس بحل الإصلاح العشائري، اللي دائما موجودين، وكان على رأسهم أخونا عواد منسي أبو تايه، وكان إن الفخر اليوم إنه نسلموا درع فرسان الإنسانية على الموقف الأخير اللي كلكم تعرفوه وعلى الموقف. ولكن وجود نائب وطن وقامة أردنية تخدم جميع أبناء الوطن بالأردن، ويشهد الله إني رافقته في الأردن وخارج الأردن، سعادة النائب المحترم إنه نكلفه بتسليم الدرع للشيخ عواد منسي أبو تايه باسمي وباسم أعضاء الأكاديمية مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الدكتور محمد زاهي سلامة وهو غائب لأسباب صحية. تستمر المسيرة، تستمر بأمن وأمان وبوجود المخلصين الشرفاء من أبناء الوطن أمثالكم، اللي بيهم تستمر المسيرة وبيهم نظل إن شاء الله رب العالمين، وبرعايتهم ودعمهم للهاشميين وللعائلة الهاشمية وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهد الأمين، يظل الأمن والأمان موجود بإذن الله تعالى. نتشرف أنه نمنح الميدالية لسعادة النائب صالح أبو تايه ولا سعادة العين السابق الدكتور عمر خالد الدكتور خالد أبو تايه أيضا الميدالية الذهبية. بدوره رحب النائب الشيخ صالح ساري أبو تايه بالسفير عبد الله العفيشات وأعضاء أكاديمية صرح السلامة الدولية لحقوق الإنسان في الجفر، وقال: نشكركم على زيارة قصر الشيخ الزعيم عودة أبو تايه، وسعيدين بوجودكم بيننا في أفراح أبو تايه، ونقول للسفير العفيشات: أنت رجل الوطن تستحق كل الاحترام والتقدير على جهودك في تكريم القامات الوطنية والعشائرية،
وتكريم الإنجاز والعطاء في كل مناطق هذا الوطن. أشكركم على هذه الزيارة وأشكركم على زيارتكم لقصر عودة أبو تاية الزعيم عودة أبو تاية. أشكركم على هذه الزيارة وأقول أهلا وسهلا فيكم بالجفر، وإحنا اليوم فخورين وسعيدين بوجودكم بيننا، وأنت أخ عزيز وأنا رفقتك وأعرفك عن قرب، أنت رجل وطن وأنا أشكركم كل الشكر، وحفظ الله الوطن وقائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. الشيخ عواد منسي أبو تاية قال: نرحب بكم بين أهلكم في الجفر، ونشكر السفير لافيشات على جهوده المقدرة في الأردن وخارجه في تكريم أبناء الوطن المخلصين المنتمين لتراب هذا الوطن العزيز بشعبه وقيادته الهاشمية الحكيمة. أهلا وسهلا فيكم في الجفر، باسم أهل الجفر كلهم إذا سمحوا لي أنا أرحب فيكم، ونعتبركم والله ما نعتبركم ضيوف، نعتبركم أنتوا المعازيب وأنتوا الأهل عندنا وعند وفي أي محل أنت لك جهود. سعادة السفير مشاهدها مشكور عليها، بيض الله وجهك وتكريم يمكننا ما نستحقه، لكن هذا من لطفك وطيبك. الله يحفظك سعد، وألف أهلا وسهلا فيكم من ممشاك إلى ما وصلتونا هنا. الله يحييك وسلم. العميد الركن المتقاعد عادل الشيحان العجارمة قال: نحن في أكاديمية صرح السلامة الدولية لحقوق الإنسان نكرم الإنجاز والقيادات الوطنية في هذا الوطن، واليوم نعتز بوجودنا في الجفر وتكريم قامات وطنية لها بصماتها في خدمة الوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة وشعبنا الأردني العظيم. كان لي الشرف العظيم أني خدمت القوات المسلحة وتتلمذ على أيدي قادة من قبيلة الحويطات، رجال صدقوا الكلمة. سعيدين جدا باسم أكاديمية صرح السلام الدولية نتواجد بمنطقة الجفر اليوم، هذه البقعة العزيزة على أردننا الغالي، هذه البقعة بمكانها وأهلها وساكنيها هي من سطرت التاريخ الحديث للمملكة الأردنية الهاشمية. أول سطر بالتاريخ الحديث للملك المملكة الأردنية الهاشمية انطلق من الجفر. كان شرف عظيم أن اليوم زرنا بيت الشيخ عودة أبو تاية، هذا المكان اللي خرج هذا القائد العظيم واللي خرج أبناؤه الغر الميامين أمامنا. إحنا بأكاديمية صرح السلام الدولية أخذنا عهد على نفسنا زي ما تفضل سعادة السفير إن نأتي للشخص في مكانه لنكرمه، سواء مبدع بالمجال العشاري أو الاجتماعي أو علمي، قاعدين ننتخب الشخصيات الأردنية اللي قدمت للوطن بكل المجالات. سعيدين جدا أن نكون بينكم لنكرم أخونا عواد منسي الحويطات، هذا الرجل الغانم المحترم بأفعاله اللي يعرفها البعيد والقريب. سعيدين جدا أن نكون بهذا العرس لأخونا العريس أحمد، نتمنى له كل خير وبركة إن شاء الله. سعيدين بوجود الجهة الطيبة، سعيدين أيضا بوجود سعادة النائب نائب الوطن اللي كل يحترمه ويقدر ويجله، نائب وطن بمعنى الكلمة. فمقدمنا وجيتنا اليوم هان لرد جزء من الجميل، ترى ما نقدر نرد الجميل كله، جميل دين بعناقنا وبرقابنا إلكو قبيلة الحويطات وعشيرة أبو تاية ومن سكن منطقة الجفر. قد ما نقدم ما نقدم نقطة بحر من ما قدمتوه للوطن كامل. في النهاية ندعو الرب العالمين أن يديم الأمن والأمان علينا على وطننا الغالي بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين، وننعم بالأمن والأمان. ترى يا أخوان مدامنا ننعم بالأمن والأمان ومدام الجوه هاي موجودة، لا تخافوا على الأردن ولا هيها، مدام أبو حسين موجود وإحنا موجودين والجوه الطيبة هاي موجودة ما ننضام ولا نسأل عن حدا.
هاي الميدالية المئوية الأردنية اللي نعتز ونفتخر بها والاستقلال للمملكة الأردنية. والجفر يا بنت الطيبه عيو عليها رجالها خذ لها دايم سيفه قلنا يا من يحلالها هلا يا بنت يا اللي على الجبال صلي وشوف افعالنا. وزار السفير عبد الله عفيشات وأعضاء الأكاديمية قصر الزعيم الشيخ عودة أبو تايه إلى الشرق من الجفر، حيث أكد أننا نقف في مكان مهم جدا في تاريخ الأردن لزعيم كان له دور برفقة الهاشميين في ثورتنا العربية الكبرى التي منحتنا ما ننعم به اليوم، وهذا مصدر فخر لنا أن نزور هذا القصر الذي منه انطلق الأحرار وسطروا أروع صور البطولات والتضحية في سبيل الحفاظ على الأرض وكرامة الإنسان. الجفر طبعا احنا واقفين بنقطة مهمة وتاريخية بقصر المرحوم عودة أبو تايه أحد رجالات الوطن، أحد رجالات الأردن، أحد القياديين اللي استقبلوا الهاشميين أثناء الثورة العربية الكبرى واللي كان له دور تاريخي في الثورة العربية الكبرى. فخورين جدا أن اليوم بالجفر ومعية المعزب الغانم أخونا ممدوح، شاكرين لك أنك خليتنا نوقف على قطعة تاريخية، على قطعة أرض من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. نتمنى أنه حتى وزارة السياحة والأثار أنه تيجي تطلع يعني تعمل للموقع هذا ترميم، تعمل له إعادة، تعمل له دعاية، تعمل له نشر للسواح وللأردنيين. إحنا كأردنيين أول مرة، رغم أنه جينا على الجفر وعلى الجفر وعمعان وعلى كل المناطق هاي، أول مرة نعرف هذا الموقع. شكرا لك اللي وصلتنا له. سعداء جدا بأكاديمية صرح السلامة الدولية أنه كنت واجد اليوم في بلدة الجفر، هذه البلدة العريقة عراقة التاريخ بأهلها. ما بدي أزيد على الكلام اللي حكاه سعادة السفير، تواجدنا بقصر كل حجر به يحكي تاريخ الأردن. هذا المكان الموجودين به كان به أحد شخصيات الثورة العربية الكبرى، أول شخص استقبل الشريف الحسين بن علي اللي هو مرحوم عودة أبو تايه. هذا المكان اللي أنتج الأجيال الأبطال اللي صنعوا تاريخ الأمة. عتب أو رجاء على الجهات المعنية أنه مكان عريق زي هذا خرج الأجيال، مفروض يكون به شوية اهتمام. بلدية عليها حق، وزارة السياحة عليها حق، منظمات المجتمع المحلي عليها حق، الثقافة عليها، وزارة الثقافة عليها حق. يفترض أنه أقل ما فيه متحف يتصور ينعطى دليل للسياحي لو مر عليه 10 دقائق ربع ساعة. التاريخ، هذا التاريخ اللي بنى الدولة الأردنية من هون طلعت، من هان ثورة عربية الكبرى بالتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية بدأ من هون. شاكر المعزمنا الطيب المحترم اللي أنا سعيد جدا وصاحب الكرام إن نجي على هذا الموقع لأول مرة بحياتي أنا أزور هذا الموقع.